الصحفي واستاذ كليه الصيدله جامعه اسكندريه، وحاليا الخبير المسؤول عن اداره دعم الجوده والتاهيل للاعتماد. هذا المكون هو مكون في الهيكل التنظيمي الجديد لوحده اداره المشروعات. الهيكل ده تم وضعه في بدايه العام الدراسي، في بدايه العام الدراسي والمالي اللي هو في 1/7، على اساس ان قسمت وحدة إدارة المشروعات لعدد من المكونات. المكون ده هيكون مسؤول عن الإشراف على مشروعات التطوير المستمر وتأهيل الاعتماد بالنسبة للمؤسسات التعليمية في الجامعات الحكومية، وفي نفس الوقت بنشرف برضو على مشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية، بحيث ان احنا المشروعين دول، المشروع الاولاني بيأهل الكليات ان هي تتقدم بعد مرور عامين معانا في المشروع انها تتقدم للاعتماد من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم. المشروع اساسا كان بيصب الاهتمام بتاعه على محورين. المحور الاولاني اللي هي القدره المؤسسيه اللي داخل المؤسسه، بنحس ان احنا نرفع من البنيه التحتيه. الجامعات والمؤسسات الحكوميه يعني بقالها سنين الموجودات والاصول اللي موجوده فيها لم يتم فيها التطوير بصفه يعني بصوره ممنهجه. احنا ادخلنا الفكر التطوير بان هو يكون طبقا لخطط ممنهجه لها فترات زمنيه لها تمويل، وابتدت الناس تتجاوب معانا. ده بالإضافة للقدرة المؤسسية. بالنسبة بقى للفاعلية التعليمية، وهي دي برضو من الحاجات المهمة، إن احنا بنصب تملي نظرنا على وبنركز على الخريج، إن البرامج في الكليات اللي بتخش في المشروع ده تكون برامج حديثة قابلة للتطوير، بحيث إن هي تصب في النهاية إن مواصفات الخريج تكون مواصفات طبقا لاحتياج سوق العمل. ما نبقاش احنا ماشيين في وادي داخل الكليات وسوق العمل عايز حاجات تانية. فبالتالي الكليات اللي دخلت معانا في المشاريع دي ابتدت تطور من البرامج التعليمية بتاعتها. بالعكس دي كمان ابتدت لما هي البرامج بتاعتها المحتوى بتاعها مش قادر تطور اكتر من كده، لازم تنشئ لوائح جديدة. فعلا ابتدت كليات تنشئ لوائح جديدة خالص بمقررات ومحتوى مقررات جديد. بعض الكليات لجأت ان هي ترفع من الصفات الشخصية للطالب بان هي تعمل له دورات تدريبية تنمية بشرية، بحيث ان هي تنمي عند الطالب قدرات، بحيث ان هو يتخرج مواصفاته عنده اللي هي بنسميها السوفت سكيل. حضرتك التحديث بتاع المواد نفسها اللي بيدرسوها في الكليه ده تم ولا لسه هيتم فتره؟ الكليات اللي تعاقدت معانا بيتم. تمام. بيتم فيها ده على ان المشروع بيبقى مدته سنتين، في نهايه السنتين المخرج ان هو تكون المحتوى المقرر محدث لاب تو ديت، اللي هي ايه هي المحتوى العالمي او اللي بيسموها مواصفات الخريج العالمي بنقرب منه. كان زمان في فجوة كبيرة ما بيننا وما بينهم، لا دلوقتي الكليات اللي هي اخذت المشاريع دي وتم اعتمادها. يعني انت بتسمع كل شوية ان الهيئة اعتمدت مثلا مؤسسة او اعتمدت كلية كذا، بناء عليه اخذت فند من المشروع كان بنقدم لهم الدعم الفني بالاضافة للدعم المالي. كل جامعة فيها مركز ضمان جودة، المركز ده منوط له ان هو يقوم بالدور اللي احنا بنقوم بيه، ان هو يقدم الدعم الفني للكليات. الكليات اللي ما خدتش المشاريع معانا المركز يقوم بقى بالدور ده، ان هو يروح يتابعها يشوف ايه القصور، ايه اللي ناقصه بالنسبة لتوصيف المقررات، بالنسبة للامتحانات، ويبص على الامتحانات بتاعتهم، هل ويشوف قدرات اعضاء التدريس، هل هم عندهم قابليه ان هم يقوموا بالتدريس باساليب تعليم غير تقليديه. يعني احنا من الحاجات الجميله اللي في المشروعات ان احنا بنخلي الدكاتره تتدرب على طريقه اساليب تعلم وتعليم غير تقليديه غير المحاضره. يعني كان زمان انا اتعلمت ان هي عباره عن محاضره وعملي في كليه الصيدله، لا ده دلوقتي بقت في طرق تانية حديثه ان هو اللي هي بيسموها رول بلاي، اللي هو يبدا يعمل كانها تمثيليه وان ده مريض وده الدكتور الصيدلي وده
وده عنده حاله بطريقة كذا عملية شوية. بطريقه اللي هي بيسموها الممارسه، بقت فيها ممارسه مهنيه اثناء السنه الدراسيه اكتر من اللي هي بس عباره عن وان شوت كده. الممارسه المهنيه دي مطابقه لسوق العمل الحالي بالظبط. يعني انا بخلي الطالب ياخد معلومات، كان زمان بندونا معلومات كتيره جدا جدا، لكن لما يجي يطبق ويقف في الاجزخانه ما يبقاش عنده القدره على ان هو المعلومات لازم يقعد له بتاع 5 6 سنين لغايه ما يبدا يستوعب السوق والحالات والممارسات. لا، ده هو دلوقتي بينزل عنده السكيل، المهارة دي، ان هو ازاي يطبق المعلومات اللي موجودة عنده واخدها يطبقها مهنياً.